العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس السادس من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية لشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب الإعراب هذا محله ومبحثه هذا كني. باب الإعراب إعراب كباب كي سوي. باب الإعراب وباب كي لباد هذه باب الكلام لغتريو باب لكن كتب تأجرومي قصيدة ضبطا باب ككوبات باب الإعراب بكدقا باب الكلام باب أهان وما استعمالها كتب تأجرومي قصيدة بضن وصيدة باب كأيكو أهان بابين وباب الإعراب مركب باب كي كوبات بنقوني هذه لو صعودة صيدة كتب تأجرومي متن إيا شراح وكو قرن علماء قار باب الكلام باب كدقي ويجران ما بضنا. باب الإعراب هذا محله ومبحثه هذا كني. باب الإعراب إعراب كباب كيسيو باب كان باب الإعراب ليا يا باب كقدم يا جارهام باب كقدم نحو ذا باب كأصل كباب كاسو ولي باب معرفة علامات الإعراب باب كأداة فهنت بإذن الله تعالى نحو فهنت وأنا أقول بيرانس باب كهذو كقول لقمة نحو ليدي وحيدي جنيه بل وكل لقنت روح فاهمين وكير وريرو باب كهداة فهمي ويدا وكقول لقمة نحو ما فهميس باب معرفة علامات الإعراب هذا ميل ساري ويد نحو قوات كانس هذا باب كميل سارتنا نحو كوفضات. باب الإعراب مركي حق إعراب كاللي جوغ أفر وجيبا كوبنا إن هذا باب ذا خبر كدكتور ده هذا مبتديه بمحذوفة أو ده هذا كاني باب الإعراب وي إعراب كباب كيس باب وخبر لمبتدين محذوف تقدير هذا باب ذا خبر بعد كدكتي مبتديه بمحذوفة وحاتري هذا كاني باب الإعراب وي وحاك لو بنام باب ذا إن مبتدى كدكتور أو ده خبر كيبا حذفا. باب الإعراب هذا محله بعدي باب الإعراب إعراب كباب كي كهلي هذا كان محله وبوسكيسي باب ومبتدا باب مضاف الإعراب مضاف إليه هذا مبتدا لبعد محله وخبر مبتدا لبعد بخبر محله مضاف له مضاف إليه والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول والرابط الهاء في محله وحاك لو بنام وجك سدح بابا إن هذا كردك بابا اقرأ أغرب باب الإعراب أغربت مفعول به بات كردك أما تعلم برو باب الإعراب إعراب كباب كيس ووجك سدح وجك أفراد يا بنان وضعيف سمو حاوي وطبرير ضعيف كا إن هذا هو صدق تودا انظر في باب الإعراب انظر فيري في باب الإعراب إعراب كباب كيس باو ملك الصوت كوارك تأفرت وجيبا كوبان مر مبتدوي هاي وخبر كي بحذف مرو يسوي خبر يهو مبتديه بحذف مرو مفعول به يهو فعل بعد سوق الدرس مرو هوس لجاي يهو حرف جر بعد سوق الدري حرف جر كاسع ضعيف سن لك محوق ضعيف سن هذا حرف جر محذوفة وحوس لجين ليرد وضعيف قول ضعيف هو لكن وجيهان أفرتا وجيبا كجر باب الإعراب حق إعراب هذا كان باب الإعراب إعراب كباب كيسي وي باب الإعراب إعراب كباب كيسي هذا محل ومبحث باب الإعراب وحكا الله يدور مسألة مسألة ذكو إعراب محوية لغة واصطلاحا شيخ يسأل لغة ذي كمحل اصطلاحا إعراب نحولي وحي إعراب ويقانا بكهل وحكا لو كهل لدونا إعراب حقيقة قلع إعراب حقيقة إعراب حقيقة إعراب محوية هي مسألة كبيرة لغة واصطلاحا ولمن اصطلاحا بس وكاد لا إعراب حقيقة موقع بوسك وقل
صدح ودمنيا ماشى كو قرصون يلا إعرابا وحلا إعرابيي كو قرصون مسألة أفراد أقسام الإعراب أما أنواع الإعراب أنت أصور يا شيخ وين وكا هلو بابكم ومهم مركو أوفير صو أوفير وحنكو بالله بينا ما هو الإعراب لغة واصطلاحا اصطلاح كتاب كان نوشه لغة الإعراب لغة الإبانة تبادي إعراب كل لغة هانو تدور لغو كوي مادة لكن الإعراب لغة الإبانة إبانة الإباء باء باء يا ألف نون يا تاء مربوطة تاقب الإعراب لغة الإبانة عدين وي الإبانة عدين تقول وحده أعربت وحان عدي عما في ضميري قلبي يوحي كجري أعربت وحان عدي عما في ضميري قلبي يوحي كجران عدي الإعراب لغة الإبانة عدين تقول وحدي أعربت وحان عدي عما في ضميري وحي ضميرك هي قلبي كجري بان عدي معانيك لو كوي ما داو الإعراب لغة وحكوي ما دا حتى التحسين قروح امرأة عرباء هوين قروح جميلة حسناء وحكوي ما دام لغة هان تغيير اسبدل يا دورسون أعربت معدة البعير بيدي عربت يرى أعربت وحاد دورسون معدة البعير رتيق عليه شيس لكن ميتك هو عن سوحاوي الإعراب لغة الإبانة تقول وحدي أعربت وحان عدي عما في ضميري وحي قلبي كجري وان عدي لغة العربية حتى عدوا يسمى أعربت الدول بل الدول ذو حي عدي أعربت الحكومة عربي هذا يسنى إذا عد عربي أعربت الحكومة هذا دولتي وحي عدي سي وحي عدي سي بمعنى صرحت وبينت الإعراب لغة الإبانة عدي وي واصطلاحا اصطلاح هو اصطلاح كتاب كهلي إساق حق النور الإعراب لغة الإبانة تقول أعربت عما في ضميري كما لقرأ واصطلاحا وقلنا وكتاب الإعراب إعرابك هو إعرابك نحو لي وحي إعراب يقال اصطلاحا بعدها هلك حق اصطلاح تغيير أحوال وحافي عن مضاف إليه بعد هلك سوى قدري تغيير أحوال أواخر الكلمة كلموين كآخر كوض حال كوض دور سومو كلمة آخر كذا ما هو حد دور سومي هذه السيدة كوكورا أجرومي عن كدين وحي الدنقار الإعراب إعراب هو إعراب تغيير أواخر الكلم كلموين كآخر كوض دور سوم زيد محاو دنبايا حرف كوض دنبايا محوية دال دال كو دور سوما دال كم يا دور سوما ما دال كو سيديس اي دال كاسا حالديه سو دور سوما مروا غدما مروا كردغمي مروا هوس دغمي تاوي وخا لا رب ماركا حالدها دور سوما يا دال كلفتي سما دال كو زيد دال كي لما تابنا دال كي واجره لكن دال كي مروا خو نوقن زيد مخو نوقدي اعراب كانا كان مروا خو نوقن زيدن مخو كردغمي اعراب كانا كان مرة زيدين بزيدين بو نقول محوه صدق ما إعراب كا كهلا الإعراب إعراب هو إعراب تغيير أحوال أواخر الكلم كلموينك آخر كوضة حال كوضة دور سوموي محوه دور سومي محا دور سوم كا كاني كلمة آخر كاذو منو دور سوم حال كاذو محا كان لاختلاف العوامل عوامي شكل دوان درته اختلاف كل شيء هو تنوع كل دولان شو خلاف أو ما الاختلاف العوامل عوامل شو إس خلاف دلكو خلاف أيوة سام الله جموع الاختلاف العوامل عوامل شيء كل دول عوامل شيء الداخلة جلسي عليها على الكلمة كلمة وين كوكر كول لفظا من لفظ إنه كدور سوما حاجة لفظ أو تقدير من تقدير حاجة قدريدة أنت هذا ما أنت كبحنا فائدة وين وين سلفها النبي إذن الله تعالى لفظنا وتقديرا ليح إعراب كجر كليل ليح إعراب كجر كليل المهم إعراب وذوقات لغة وحية والإبانة عدين تقول وحدي أعربت وحان عدي عما في ضمير وحي قلبي كجر إصطلاحا
هو تغييره تغييره ده هوستا كحرر سكول ليد وحيد أن تحته خط واحد مهم كهوستا كحرر تحته هوستي سوحاد مارسا خط جيتين تغييره إريقا هورت هوستا كحرر كاسا لروا إن الإسلام فهمه إعرام محوية هدير لو حاجة إسدلا هو دور صوم مدلين سلام الله ربك عاصو إعرام محوية حاجة اللغة إبان عبدين حاجة إصلاحها وتغيير إري يقوم يمسنا ماشي كجرا كاو إعراب حاجة إصلاح النحولي وحيوية قانا تغيير دور صون دور صون كاسو حاجة كل عرب إلا هذا أفر مثلا ماشي نكربنا أفر إعراب كي إصلاحا وانا مفهن كان ويا كلا ربعين لا فهمه بإذن الله تعالى إعراب ومحاتها لوي حاجة إصلاح تغيير بس عليه تغيير دور صون دور صون كاسو حاجات قشا سؤال الله بعض كلمة آخر كير أو آخر الكلم هوستا كحريق أو آخر الكلم هوستا كحريق تحته خط إعراب ومحاتة حاجة إصلاح تغيير دور صون دور صون كاسو حاجات قشا أين موقعه أو آخر الكلم ماشي أواخر الكلم بعد مركب مسألة كرمنا فيها نحو السيدة يضب وحيك هذا شاك آخر الكلمة أنا تعمل لغتو نحو محيك هذا شاك آخر الكلمة تي كلمة ذا حرف كو قدام من ملقودي محلو قدي ملا كردي محلو كردي تي ملا هاصلي محلو هاصلي ملا ريبي محلو ريبي انت ما قرأ نحو كلمات إحدى إذا هدال لحمي ساحة يدك وقبصا ميس ما قرأ ها ما قتل أهل هدال قتل إسكاد أهل يدو حيقول لي اللهم كان كوسو غاية نحو ما حيقول أهل أنا اللهم كان كوسو غاية ها وحال إنك لاك تكوح لما ذا حلاظ أفريس بادي وحال ديري ديري وادي أما توك أما لاك ميل بيا مرات marka nimba biyuhu marbay qurahayaan moqt ha oo baad meesha iska noqonays nimba raba marka inuu meesha ku maro oo ku sira moqt meel buu wadigu ku dhamaada marka waxa la ninkii laagta ku xula laagta kuma madaxlaadaad u fariisana meesha ku dhamaad isaga tag tag yaan qabanaysa moqt nahwa hadal qatala hata dhahdo qutila qu oo qafka godo waa majhuule أقول أتى إجدا لام كان يسكت سجينا لام مفهوم قتالة عربي ما نقول ما يسعد قتالة على قتالة ما صرفي إنه ما كلاكوا قبصرة يلا واحد يقول لام كان كوس سجين مفهوم نحو حاجة كوس سجيسة يلا دمك الكلام هذا الكلام إسكان أكي وكان فوزي واحد يقول شق هذا دم مركي باول العرب اللي جوا واحد يقول ميم كان كوس سجين ما فهمت؟ ها مركا تاين اتفهمتو مد داس ويهورتا مد الله رمين اتفهم نحو حقيات قشا حقيات كل شقال هذا دي لو نعم حدي آخر الكلمة تي كلمة دا حرف كو قدام بي يدو كلمة دا نحو دا كما شقيس كلمة دا بلو غيدا كما شقيس كلمة دا نحو دا يا بلو غيدا صرف با اسكلا ما قرأ أوصد الكلمة كلمة دا برتمه هذا مركا خلا دا نكو كو قدام بي أما كلمة بلو غيدا وصرف نحونا وحي كتري أنا كلمة نمات كيدا كوسو غايا تعمل فهم آخر الكلمة المسجد إن عديه المسجد إن عديه المسجد إن عديه دالك وحل حركين نحو كوسو غيس ما فهم لكن المسجد هذا ده حتى المسجد هذا مين كاس كوهزن نحو أحي كلا أنا تأصد هو شيء ده معه هاو شيدا اخر الكلمة يدو تاسي كوسويس يدو ان لحن اللي اقلين لكن يدو وحي كوسويس كلمة حرف كو قدام بي ما فان تاس واي اعراب وحاني حاجة استلاح هو تغيير دور صون دور صون او حاجة اتقشا دور صون كاس اخر الكلمة كلمة حرف كو قدام بي زيدون باسواقب سنة دال كاس دورسون سؤال صدع دورسون كان محاك يعني وحلى عامل مركي الله جمعيان عوامل بعد عامل وهل ومفرد عوامل له
waa jamac jamcu taksiir leya noo soo socd doorsoonkaasoo micirka soo dhacba suu daabay dhahay maya maya wax cirka soo dhacay maa caamil wax la dhahaa keen doorsoon iska yimid miya maya maya waa doorsoon caamil uu keenay markan la godahayo caamil baa goday markan la kor dhigaayo caamil baa kor dhigay markan la hoos dhigaayo caamil baa hoos dhigay markan la reebayo caamil baa reebay meeqa arrin baad haysaa meeqa saddex icraab muxuu yahay isdilaaxa doorsoon doorsoonkaa xaggee galaa aakhiru lkelima kelimada xarafka ugu dambe doorsoonkaa macir buu ka soo dhacay iska imaaday miya maya maxaa keenay caamil caamil haddii la jamciyana cawaamil ha saddex ma islahayn masalada afraad caamilkaa hadduu muuqdo oo lagu dhawaaqayo ishuna arkaysa lafdi baa leh haddaan lagu dhawaaqi karin doorsoonkaas ishuna qabanaynina taqdiiri baa leh ma garay afarta arrin waay waxaa la rabay in la barto maxaanii kow icraabku xagga islaaxa muxuu yahay taqyiir doorsoon doorsoonkaa xaggee galaa oo ku dhaca kelimada xarafka ugu dambeeya aakhirka ma wax iska soo dhaco iska yimid baa ma yaa keenay caamil wax la yidhaha caamil haddii la jamciyana muxuu noqoni cawaamil waaya doorsoonkaa haddii la arkaayo oo muuqda maxaa la yidhaahdaa lafdi takyiirkii baad ka hormaya takyiir lafdi baad dhihi takyiir lafdi haddaan doorsoonkaa lagu dhawaaqi karin lana arki karinna taqdiiri takyiir taqdiiri intaasoo dhalaa sheekhu inuu ka hadlo intaasoo ma haysa intaa laba masalo oo kalead ku daraysa icraab oo dhan waxaa la icraaba naxu waa laba shay ismi iyo ficil mudaari waxa dhan ee naxwee la icraabay lagu sheegay waa meeqa labo ismi lugtiisa weyn baad leeyahay ismiga ka nabad galay xaraf inuu shabo alismu aladii salima min shabihi lxarfi ismiga ka nabad galay xaraf inuu shabaho ismiga lugtiisa weyn ismigaas weeye midka mucrabka leh mucrab ismi waxaa asal u ahaad leedahay maxaan soo maray hadda koor ismi maxaa asal u ahaa alicraab wamaa jaaa mabniyan fa huwa calaa khilaafi lasl ismiga ka nabadgalay xaraf inuu shabaho ismiga lugtiisa weyn mucrab ficil mudaaricna waa mucrab goorma hadduu noqday khaali min annuunayn nuunu towkiid iyo nuunu niswa labadaa nuun hadduu khaali ka noqdo ficil mudaaricna mucrab waxa dhan ee la icraabi la sheegi waa labada waa ismi ka nabadgalay xaraf inuu u ekaado xaraf inuu shabo iyo ficil mudaaric oo khaalikaa laba nuun nuunu towkiid iyo nuunu nisw icraabka isdilaaxii baan ku celinaynaa muhimmaddu waa halka icraabku xagga isdilaaxa waa doorsoon waa takyiir doorsoonkaa wuxuu galaa kelimada aakhirkeeda doorsoonkaa waxaa keenay caamil doorsoonkaa hadduu muuqda lafdi baa la yidhaahaa hadduuse muuqanin oo u niyeysan yahay waa taqdiir intaa way horta isdilaaxa icraab alicraabu icraab huwa icraab taqyiiru axwaali awaakhiri lkelimi kelimooyinka aakhirkoodoo doorsooma weeye maxaa doorsoonkaa keenay liikhtilaafi alcawaamili cawaamisha ayaa kala duwan cawaamisha kala duwan ee la sheegi waa afar un weye fiirahad caamilu raf caamil raba inuu wax godo sida jaa zaydun caamil raba inuu wax kor dhiga caamilu nasb raytu zaydan caamil raba inuu wax hoos dhigo caamilu jar baa laa caamilu khad maratu bizaydin caamilu ljazma lam yadrib ficilku gooni kuya kaas bas liikhtilaafi alcawaamili cawaamishaa kala duwan cawaamishii addaakhilati gelaysa calayha cala alkelimi kelimooyinka lafdan min lafdin xagga lafdiga inuu ka doorsoomadi tamyiiz baad ka dhig ama xaala kownihi doorsoonkaasi lafdan u yahay mid lafdi aw taqdiiran marka lafdan waxaad ku nasbin kartaa bitamyiiz waxaad ku nasbin kartaa bilxaal kuwaa mafcuul mudla ka dhig kuwaa mansuub binazci alkhaafid ka dhiga haa kuwaa waxay ka dhigaan sifo taqyiiran doorsoon taqdiirkaasoo lafdiyan marka ilaa lix icraab baa ku jirta taa waa noo imaan doontaa inta kale aan fahmayn alicraabu icraab huwa icraab taqyiiru axwaali awaakhiri lkelimi
كلموين كآخر كوضو دور سوموي لاختلاف العوامل عوامش كلدو واندر تاتبو لدور سوميا وآخر الكلمو عوامشي الداخلة جليس عليها على الكلمة كلموين ويا عوامش كلدو زيد ما سوقب سنين لاختلاف العوامل بارهنا ينافان زيد أريق على سوقب كلي وهذا نوردك تامرك جاء زيد قر جاء زيد مثال التغيير اللفظي بعض عواك دغن كرت مثال التغيير اللفظي ودورسون لفظي ان ربنا ان ان ارغنا واتصال جاء زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زيد فاعل جاء مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره جاء زيد زيد بايم الباتي جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زيد مراد كواك محل شاهد كما أنت هو زيد زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قال روحينا ضمة ظاهرة على آخره على آخرنا وديك في آخرنا وديك ارتوحش كالما لكواس زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره هذا روح هذا قري زيد سيدي سيو زيد كواحينين رأيت كورمري رأيت زيدا زيد هذا ما يسمى بدل مسا يسمى بدل مركي ورسول ما قلني هيا ما أنتنا وأكرين زيد لكن وهم زيد سوما محاك يعني دور صانك يسبدل عامل كان قهر جاءنا عامل الرفع وهاي قد بوري زيد كينو قده وحنو قده فاعل بوه رأيتنا عامل النصب ويو إنو زيد كورد يقولها مفعول به وقالنا رأيت زيدا رأيت فعلي فاعل بعدي زيدا مفعول به منصوب وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره زيدا ومفعول به ساس الله قرني زيدا مفعول به منصوب وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وايه زيد كهذا مرسد حضو حنايا مرات بزيدين مرات بزيدين زيد بانصوب مري هذا زيد مهوسري يعني سما هوسري ما هوسري عامل جربا قالوا حرف خفض وباء قشي مرات بزيد مرات فعل وفاعل بزيد الباء حرف جر زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لاختلاف العوامل أسوجية سفيرة هذا مرك زيد ما أنت ما الدور صوم مسمى الدور سوم يا زيد اسبدل المكوي مدي الدور صوم مسكوما إيمان واسبدل كحاجة دعي آخر الكلمة اسبدل كام حاكاني عواميشا كلا دوانا قش جاء وحور ربي إنو وحقوذا وقوذا زيدون فاعل بوقات رأيتنا محير ربتي إنا وحقور ركت وحقور ركت مراتنا محير ربتي إنا وحوص ركت وحوص ركت جاء كود مر رأيت الله مرات صد كوا عوامل بالا كوا محاليا عوامل جاء وعامل الرفع رأيتنا عامل النصب مراتنا عامل جر زيد وحكوي منا محوية وإعراب دورسون كل شيء وكاس زيد سوما دورسون من آخر كيس دورسون من رفع قد كبدل إلى نصب وتقي إلى جر وتقي إعراب كل شيء هذا هو وكر إعراب سوى تغيير ما هي الإعراب هذا هو وكر إعراب كل شيء وكر زيد مرمى قدمي ها زيدا ما نقول ما كردك ماي بزيد ما نقول ما حاصلك ماي هذا هو الإعراب دورسون كيوك دورسون كأسوا إعراب دورسون كمحاكيني عوامش دورسون كحاجة كل عي كلمة آخر كان ما قرأ وحنا كاني عوامش دورسون كيمين محله يقنا إدالك ودورسون حرف زيد ضمبي وتغيير وإعراب كلفتيس إعراب كلفتيس هو دور سونكس ما قرأت أنت الله ربعين اللي سكوح إلى تاو وحان كان إن جاء محمد كان دال باود ما يحرف قال جاء علي رأيت عليا مرت بعلي علي يا ذا مر ما قد أنت مرة رأيت عليا وقرر أنت مرة مرت بعلي وحصر أنت سوما علي يا ذا قد كوكويمي
مرة كورنيجا كويم مرة واصريجا كويم يا كان يسبد الكاس عواميش أن هرايكا قاشي سوما ها يسبد الكا حقيا قلي ودعي آخر الكريم عواميش أنا كان يسبد الكا لفتي سمحلو يقان وإعراب تغيير كاسو يسبد الكا إعرابك هو إساقو ها ما قرأت يسبدل كان ولي وانا ما انت انا هنا كوي لفي قلت كي وارك تاسوما كوردي جينا وارت هوسري جينا مارك وحانا يسنا وانا التغيير اللفي يسبدل اللفي دي عوامل باكينا يسبدل كا وحوكو دعي اخر الكلمة يسبدل كا كلمة دا اخر كا ودور صومي واعراب كي لفتيسي قال اعراب واعراب هو اعراب تغيير احوال اواخر الكلمة كلموين كآخر كوضا دور سوموي محيلة دور سوموين كلموين كآخر كوضا لاختلاف العوامل عوامي شكل دون عوامي شيء الداخلة جليس عليها على الكلم كلموين كوكر كوضا لفظا من لفظ حق لفظيغة إنو كدور سوم وكموغضة أو تقدير حق التقدير أو تقدير سوى نوع إيماناي نحو مركينا فأنت جاء زيد هذا ما يقيك قومت لما كلمة سامع فعلية فاعل جاء ذو محيه عامل سامع زيد معمول بالدي نحو الله وضع أرنا كشق يسوى أنت نحو من بالله إلى دماد وعامل معمول عامل مثل شقينا يا معمول من لغو شقينا ما فهد جاء زيد بات يا عامل يا معمولة جاء عامل وكيش هذا قبط معمولة زيد نحو ذا أن الشيء من بلو إلى دماد وحل ربعين سلف القرآن اللي اسفهن سيؤد فان وعامل يا معمول كاس مقر بزيد ما يلو كقو بزيد زيد كي يحوص لغي بعض محنا هنا عامل وشقيه وكوص لغا كان زيد محوية معمول كي لغو عمل فان ما فات أرنك السيدة سوكس على بيدي باب كان حوق سار باب كان يكوكوحي وين أن يري رينا ربنا سوته نحو ذا فهن كيدا كوحن قان هانك صوصة كوة تمهيتي وقوغ الحال ما توحان براني بإذن الله تعالى إعراب كل لغة تنينو يا ألبان عدين تقول أعربت عما في ضميري وحان عدي وحي قلبي كجري إعراب كحق استلاح محوها تغيير دور سون كحقيقة قراء كلمة آخر كذا أواخر الكلم دور سون كمحاكة أنا عوامل ويا وعركة سون عمياء ما عامل باكة ويا دور سون كاسمية غنو عمو النقضة لابا لف ديو تقديري هدو مغضة لف ها جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد ما سوقا زيد مرو قدمي مرو كردق ماي مرو هاصلق ما سامه محاكين إنه جد محاكين إنه كردق ما محاكين إنه هاصلق عوامل جد كي يكردق يا هاصلق وحاجيك كده عن هالكوا آخر الكلمة دور صان كزيد آخر كي سكوين محله يقان الإعراب إعراب كده نيل شيء واد دور صان إن شاء الله ما تهلك عسينو كسمينا أو تقديرنا هذا البضم بينه وتعالى والله سبحانه وتعالى على ما حكم بالله التوفيق سبحانه وتعالى.